اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أحلى وأجمل الأسواق اللي موجودة في البحر الأحمر، بنشوف بقى حاجات جميلة جدا وحاجة منظمة والأسعار موجودة، كل حاجة واضحة وحاجة زي الفل طازة، والسحب هنا ما شاء الله حاجة حلوة، وأسعارنا زي ما انتم شايفين كده كل حاجة عليها السعر بتاعها. هنعمل رحلة حلوة كده ونشتري شوية بضاعة بقى، إيش فاكهة وإيش خضار طازة، وهنروح برضه لسوق الطيور نشوف ايه الحكاية، وتعالوا مع بعض طبعا هنشوف الناس الحلوة وحاجات حلوة ان شاء الله يا رب تعجبكم. بس تابعوا معايا الفيديو كده للنهاية، ولو عجبكم كده نعمل لايك ومستنى رأيكم في التعليق. فلفل الالوان بكام؟ 35 مش 40 يا باشا. كله 35، والكابوتشا الخاص 8 جنيه، خاص الكابوتشا الواحدة 8. والخضرة بجنيه. الواحدة بجنيه شبت وبقدونس وكزبرة وكرفس. الصيدلية المتحركة دي. طب ايه ده انت في الصيدلية؟ الواحد بجنيه. طب والقلقاس؟ بعشرة. القلقاس بعشرة؟ طب والكرنب الكابوتش؟ كرنب سلطة ده. ما انا عارف. 15. الكرنبيت بقى؟ ب15. اوعى كده ما اشوف الكرنبيت الحلو ده. تسلم ايدك. والليمون طبعا بعشرة. حاجة حلوة خالص. ايه ده انت تابع ايه ده عشان تابع قناة الشيف رضا شعبان فود، اعمل لها لايك واشترك فيها. يلا على طول. يعني لسه البلد ما نزلتش، عشان كده ده سعره 12 جنيه. والبدنجان بكام؟ البدنجان ب 8. 8؟ الفلفل الحامي ب 12 برضه. الجزر؟ الجزر ب 12. 12؟ يلا تسلم ايديك. خيار اهو 8 جنيه، خيار بلدي 8 جنيه. ارجع كده، ارجع ورا. بقول لك البطاطس دي عليا ولا ايه؟ التحمير بكام؟ 12 وضيف 10. يعني الطبيخ اهي، طبيخ الطبيخ دي ب10. طيب ارجع كده ما تشوف الطماطم 6.5. حلو، هات اللحظة دي، هات اللحظة دي. حلو ها؟ تعالى بتاع البلدي كده. $15. لا يا عم اللي ايه؟ مرة قلت ايه؟ لا استحالة طبعا. لا بس صور الفاكهة شكلها جميل. لا هنا بص انا على النبي، بص اساس الاخت غوط في عالم الفاكهة. خليك بس بكده والله. حاجة تفتح النفس يعني. مؤاخذة بس عشان تعيش الصورة. تعالوا بقى نروح للفراخ ونشوف اسعارها ايه وشكلها عامل ازاي، والارانب والحمام. اهو هنروح دلوقتي. ده احنا هنا في سوق الايه؟ الطيور. سالت الراجل الارانب دي بكام؟ قال لي الكيلو ب 70 جنيه. وطبعا الحمام سالته عليه قال لي ب 65 جنيه. اهم حاجه عندنا الفراخ البيضه، يوم في الطالع ويوم في النازل. سالت عليها النهارده قال لي ب 43 جنيه الكيلو. تمام، واحتمال تنزل ان شاء الله في الايام اللي جايه وتكون ارخص من كده. ربنا يسهل الامور يا رب، وكل حاجه تبقى في المتناول. خير ربنا كتير، والحمد لله اللي احنا عندنا كل حاجه متوفره في بلدنا العظيمه مصر. وان شاء الله اللي جاي افضل وكل حاجه هتبقى حلوه، وده افضل سوق في مدينه الغردقه. كل حاجه مسعره وكل حاجه زي الفل وكل حاجه متوفره. صلى على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، واعملوا لايك للفيديو. شغال.